بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسألة المشترك. مشترك وهو كما تقدم قلتمان اللفظ الواحد المتعدد المعنى. يقلب زامرا معناه زولها بن وشي قرأ قلتمان بوحيظ تهريا عين لبو باصيرة وجاسوس وذهب وسلوشاوي آويو بو همانا قوتري ولا بو كاكا اول مشترشي فيها قوتري واقع في الكلام جوازا لكلام بجائزي هيو بيدناك لإنكاري بكي خلافا لثعلب والأبهري والبرخي في نفيهم وقوعه وتيان حقرهاش بي واقعنا بي لكلامه او هاي قوتري مطلقا هارو كاكا بمطلقي معناها جعل قرآن بي يعني لحديثي بي مطلقا يعني للقرآن بي يعني لحديثه بي. قالوا أو سيانا فرمويكيان وما يظنوا مشتركا أو لفظاني كبا مشترشان تي أغن فهو إما حقيقة ومجاز يعني حقيقة ومجاز معناه شي حقيقة كويتي وشي مجازة وشي أسد كالرجل شجاع ولا حيوان مفترز بكاردي أو متواطئون يعني لفظك متواتئة توبا مشترشي تي اجي متواتئة تي قوتي هو معناه كي مساوي بلا افرادا وشي انسان حربك اكا لفظك لزيد وعمر جديد تجي زي نا انسان جاري انسان بالنسبة زيد وعمري نك انسان بالنسبة بشري او الفاظ مترادفة انا حربك اكا جدانا ومشتركني الفاظ مترادفة دو لفظ بو ايك معناه أولي لفظك بو زور معناه يعني عكسي ابن دري مثلا زيد شهر إنسان عمر شهر إنسان مع أنه متعدد شن وايا يعني دباشا أو وشي هندي لها توابري قرأ بو تهري وبو حيزي قتري كوابو تهري هر قرأ حيزي شهر قرأ زيد هر إنسان عمر شهر إنسان دري أو متواطئة أتوبة مشترشي تيجيشتي أو سيانة ودري كالعيني إذا مثال حقيقة مجاز ببناري حقيقة في الباصرة بو تاوان حقيقية و تاوي دنيا في أدتي مجاز في غيرها لسلو تاوي آوي وزيري وجاسوسي أوانا بمجاز بكاردي ألي لفظة شي مشترك ني حقيقة أو ودرين كالذهبي وشي الذهبي شرب عين حسي بل لصفائه والشمس شمس في قوتر عين لضيائها هل وها مثال شدي وكالقرئي قرأ موضوع للقدر المشترش دان لا لبو أو قدريك مشتركة بين الحيض والتهري لبين حيزه وتهري دان لا يبو خدي حيزه وخدي تهري أشتك هي مشتركة لبين حيزه وتهري بو أوان دان ها وهو الجمع ككلمة جمع كوكرنويا قرأ بمعنى جمع يقال ودقوتري قرأت الماء في الحوض أي جمعته آهم لنا وحوزه قرأ كذ يعني جمع كذ فيه لا حوزه لا أجاود مخين عادته يستمع في زمن الطهر في الجسد لما وي أو طهر إذاك فاز دروجة بز روجة سندا لجسي آخرت إذاك أبي توا قرأ دبي يعني جمع دبي وهي يعني وفي زمن الحيض في الرحم وشي زمن الحيض إجداها ديت الرحم وديت الدري وخلاص سمرا أو هاي أنقوت يا كواب نفي عن كرت وما هنا عن الثلاثة أوي ليرة لما تني إمام السبشي نقلي كرت لأوسيانا حاربي كاكا لثعلبي وأبهري وأنا أقرب مما في شرح المختصر والمنهاج أنهم أحالوه لشرح مختصر وشرح منهاج أري أوان بمحال عندنا يا ليرة نار محالة أري واقع نبوة نار محالة إذا قابوا أو نار محالة بركو نفي وقوعي أكن زاري عبارتي إيرت ساترة لبين داري وخلافا لقوم قوم شدي في نفيهم وقوعه أري هيا برا مواقع نابي مشترك هيا برا مواقع نابي لشين داري في القرآن لقرآن ناية تجي قيل والحديث قيل شي قوتي لحديث ناية تجي أيضا وش القرآن قالوا أو جمع قوتي تيان لو وقع في القرآن أجل مشترك لقرآن هبي لوقع إما مبينا يعني دبيرون بكرته فيطول بلا فائدة هنجن كلمة دريش أبي توب بفائدة
تو مادام قرآن أبلغ كلامه لهم كلام بالغ له مادام بلفظ شي معنى أدا بكري فيه لفظي بو بكار بين وايه يعنى دا مبين لفظ شي جاية لقال مبيني هر دوك مبين ومبينيش بو إيق معنى بكار هاتين معنى لفظ كدريش بو وايه يعنى آه. أو غير مبين يعني غناك لتوا فلا يفيد هنجين فائدين أبي أقل واقع بي والقرآن ينزه عن ذلك قرآن إيش باقك لتوا بعدم فائدة إيه أو جاء أو القرآن أو هابودي حديثي ألا ومن نفى الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه عين علة الدين توا أري كلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم لهم كسف صحت لا شتي بفائدة نعلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأجيب جوابي واحترازي دلائتوا باختيار أنه وقع فيه ما غير مبينين لقرآن ولا حديث مشترك هاتيا مبين جنيا رون جنا كايتوا وش قرأ ثلاثة قروء إنسي قرآن روني نكدي توا تاهوا قرأك حيضا يعني تهرى واي يعني إيه ويفيد إرادة أحد معنيه بفائدة أداك إيه لمعنى كان مقصود مثلا الذي سيبين كلمود وارون فيتوا وذلك أو هند إرادتك إرادتك ذي كاف في الإفادة كافية لو يكوا بفائدة بدا ويترتب عليه في الأحكام لأحكام الشرعي ترتب كانت السريع الثواب أو العقاب يعني ثواب يعني عقاب ثواب عقابك بس يعني ثوابك بالعزم على الطاعة أو يا كابرا أليه أمن طاعتي خوايا كم بومرون بيتوا وشي بومرون بوا أقل واجب بلا سلم أي كم أو العسياني يعني أقل برين ناي كم أو عقوبة أدية وتتعاون باربي أوش فائدة كيتي أو زا طاعة عسيانك كنجل بي بعد البيان باشي أوي كبوم رومبوا لوش كمجمل واجبني لسر إنساني إيشي بيبكا برام عزم لسر طاعتيك يعني عزم لسر عدم طاعتيك كنجين عزمك بعد البيان مثلا أري بوش مرون بيتوا أمن إيشي بيراكم أو هل إسا وقنا عبارة يعني أري بوم رون بيتوا أمن إيشي بيراكم أو هل إسا صوابي بؤد بسري تيجيش دي إستاكا أو بعد البيان زرفة لبو عزمه يعني عزمك هجيبك ناوى الزرف طاعته عزمينيا الزرف للطاعة والعصيان يعني طاعة عصيانك حاربكك بعد البيان بي عزمي إستا هبي إستا عزمي هبي إستا عزمي هبي طاعة معصيتك بعد البيان طاعته معصيتك بعد البيان إيه؟ فإن لم يبين أقل رولج نكلا وحمل على المعنيين كما سيأتي حملك ليتسر هردو معنايان هل وشي لموضوع دي لبعصي مطلقي ألي مطلق إطلاق ليتسر هردو معنايان بو يستاه شافعي وحنفي أو تشبع حيزي دانايا شافعي جبتو هلي دانايا وايا يعنى برام شافعي إطلاقي هردو معنايان كليا لا عدي جني حري بتهر دانايا لا استبراي جاريي بحيز يادانا هكا هكا وقيل قيل شي دي قوتي هو وقوع مشتركي واجب الوقوع ها لو لان المعاني اكثر من الالفاظ شو معناه للفظان زورترن لشي لفظان الدالة عليها او لفظان دلالة لسر معناها كان أو لزان دلال نسل ما نكن ووجيب جواب وجلاته وواجب نواقع بمنع ذلك حالبك هو ممنوع لو لفظ لمعنى زورت من ممنوع إذ ما من مشتركين إلا ولكل من معنيه مثلا لفظ يدل عليه هل مشتركك يا هل دو معنى كان هل إيك لفظ سربقه هي دلالة لسرك استقرى دلالة لسر دو معنى أنك برام هل معناش لفظ سربقه هي أو ناوي تهر أو جناوي حيضة وايه يعنى إيه سرطان أو بيه قطري عين وايه يعنى بيه شيء قطري بصر بصر إيشي هي وايه يعنى ذهب ذهب بيه قطري عين كي ديك جاسوسي بيه قطري أو ديك الماء بيه قطري هكا سنوع معنى إيشي ديك هي وقيل قيل شي دي قوتي هو وقوع مشترشي ممتنع هو بالعكسية هو لواجب الوقوع ولممنوع لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع زلالي با تيغشني او مرادة يغيني كمقصودة لوضعي ووجيب
جواب إرجعته بأنه مرادك يفهم بالقرينة بقرينة إنسان تيجا والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو إنسان لعشتكي تيبقى أو الإزمالي وجاب تفصيل تيبقى يعني بكرتي المبين بالقرينة إزمالكش كمبين ببقرينة فإن انتفاد أجر قرينة نبو حمل على المعنيين دي سار حملك ليت السرها بمعنان كما سيأتي. وقال الإمام الرازي إمام الرازي فرميتي ممتنع بين النقيضين فقط وقوع مشترش لبين دون قضان ممنوعة كوجود الشيء وانتفائه بري أو اشتهي ونية هو نقيضي اقدي كلام شو اقر هبي نية اشي ناكا اقر نبي هيا اشي ناكا وهي يعنى اذ لو جاز وضع لفظ لهما اقر دروز بنفذك لبو هردو نقيضان دابنري لم يفيد سماعه غير التردد بينهما كابراك جويلة بي إلا قماني اللي فيداء بي وهو أو تردداش حاصل في العقل بيشي يو إبريع لحقل ده هرهبوا بيشي كجويلة مشترك بي ووجيب بأنه قد يغفل عنهما كابراك لهرد معنى غافل بي فيستحضرهما بسماعه وشي جويلة مشترك بي هردو شي دينه وفكره ثم يبحث عن المراد منهما دعاء باسكة على كل هاتي نوصل قولي إيكام كوام مشترك لقرآن ولحديثه هيا تيجيش تيكاكا وانا هم يقيل بونو قولي الزعيفون مسألة المشترك يصح لغة إطلاقه على معنيه مشترك درستا لروي لغة وابو هردو معناه خوي بكاربي مثلا معا بيك وابو هردو معناه بكاربي لروي لغة وحالي بكاكا ازا اوا ماليشي وشافعي وحنبلي لسر هندينا حنفي كان فرمي دروزني بكاربي ايه ازا ابو ايش يقول لغة فهي الامام غزالي وانا ديري عقلا صحيحنيا عقلا لقى اللغة فرق هي او كلمه لغتين بو هندي قول اقل لي تا دواي محترز زكي بري بان يراد به من متكلم واحد حاربك كهرد معنى كان مبز من ليق متكلمي في وقت واحد ليق وقتي كقولك وشدري عندي عين امن عينك ملكنا وتريد الباصره والجاريه مقصود شد تساوي خوتو سرو تساوي شي اوي أكلي هذا معناه شو المقصود يعني أريد وملبوسي الجون وتريد الأسود والأبيض ذلك كي من جون يعني رشو سبيا يعني أقرأت هند أو جناك آفلة أو هندا قرئ ديت وتريد حاضد وطهورت مقصود بوالدك وتحيزي شو خاوين يجبوتها بهذا معناه المقصود بي يعني أو جاء مجازا لروي مجازة وهرد معناها به لأنه لم يوضع لهما معا بوهرد كان دعنا دراية حقة وإنما وضع لكل منهما بو كل واحد شيء لهرد كان دعنا دراية من غير نظر إلى الآخر كأتو على قد بويدي كدعنا ببتوان لإيق معناه بكار بيني بأن تعدد الواضع أزا واضع كيد يجودا بي تعدد يانها بي أو وضع الواحد نسيانا للأول يعني يكز داينا بي بلان داناني ايكمي لبي تشوبي توا اوال ليرا شمولي قرآن ناكا يان لبي لينا تشوبي توا بلان ابهام شكل بي بو امتحان مخلوقي او القرآن اقلي توا يك واضع بي دون او وضع دانا بن مقصودي امتحان بي اويدا شندر وجل ليرا قوله نسيان الاولي مفعول لأجله او حارم الواحدين وليس النسيان قيدا أري وليس النسيان قيدا بل مثله قصد الإبهام فإنه من مقاصد العقلاء قال في التلويح ويكون من الله تعالى أجل خواهيكر اختبارا ومن غيره غفلة أو قصد إهام أجل خواهيكر مقصود امتحان عبدانا لفظ شدانا يتعقوا بشي هاي إشيكا وهي يعنى إيه. و عن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة فرموتي هو حقيقة لهرد معنى حقيقته أولي قوتي مجازة لهرد كان إمام الشافعي فرمي لهرد كان حقيقته هارب أبو بكر باقلاني ومعتزلات أريد
نظرا لوضعه لكل منهما تك أول دان لا زادي سانك البو يا جمام الشافعي لعدي آفرتي طلاق دراي با قرئ ثلاثة قرؤين با تهر داعني لبحث استبراء الجارية أوش خلمان بحيز داعني لحد معنى يعني بكار هنا إمام الشافعي تغيش دي إذا زاد الشافعي إمام الشافعي وش زياد كده فرموي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن هارب كاكا معناه مشترك ظاهر لهرد معناه دا لو كعتيك القرينين بين المعينة لأحدهما كا يكيك لمعناه ديالبك ظاهر قوتمان أو دو معناه بين معناه شي بقوة بي إيشان بقوة نبي لكن الإمام الشافعي أري بقوتك احتمالي بقوته بقوتك احتمالي بقوته لهرد معناه بكاده أري قال لتهريد بكار هنا أتواني بري أو بقوتك يتي بقوتك حيزة أقل لحيزيش البكار هنا أتواني بقوتك حيزة بقوتك تهلة حارب كاكا أري بالظاهر دا أنم لهر دكان دا يعني الناس نيلا إيكا شلا دكان بركو ظاهرة ظاهرة ويحتمال دو معنى أنه بي إغلي إيشي بقوة تربي وفكرت معايا أو جاء عند تجرد عن القرائن المعينة لأحدهما أجا قرين نبي أكل مصحوب بالقرائن المعممة وشي تي وشي أويك وا قريني لسر من بلان قرين كان عام بن قريني عام إيش وشي أويك قرين نبن المعممة لهما كتعميم هرد كامكا أها أجا قرين كبو بو هرد معنى يعني هرد معنى عام كذن وشي أويك قرين نبن لسك وشي إيشي ليلي توا ألف يحمل عليهما وجوبا حملك ليتسرهد معنايا بواجبي لظهوره فيه ما سكوى ظاهرة لهرد معنايا كاني ألي وراه سايان إيشكا بسالم إيشكا دباشا وعن القاضي هو فرميتي مشترك عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة أقل قرين نبون أو جاء تعين يمكن يعني تعميم يمكن مجمل بمجمل دا عندنا نقبة ظاهر وشي ما مشافعي فرموي إيه أو مجمل ويا يحتمل معنى مساويا للآخر أو ديك إيه ما مشافعي إجل معنى أن مرجع بي إجل رازع بي إجل إيه شي بقوة تربي مجمل ويا هردو معنى وشي إجبن يكسامن ويا يعني أي غير متضح المراد منه أشكر أنا بيت مراد لو مشتركيت يا ولكن يحمل عليهما احتياطا قاضي أفرمي برام احتياط حمل كلية السرهد معناها يعني. وقال أبو الحسين البصري والغزالي أو لغة نكمان قوت كاكا زاودين السر بحثي عقلي يصح أن يراد به ما ذكر من معنيه درست إرادة بكلية بمشترشي أو باسمان كده هرد معناها كان ها كاكا عقلا لروي عقل ودرستا نغ لغة أولي قلت لغة درستا ودوان درين عقلا درستا فاني كاكا لا أنه أي ما يراد من معنيه لغة نغ لغة درست بيوان درين لغة درزنية بس عقلا درستا لا لغة إشكا درزنية لا حقيقة ولا مجازا نرى روي حقيقة ودرستا حالبي كاكا نلا روي مجازا ودرستا لو لمخالفته لوضعه السابق شو مخالفه هي لقال استعمال السابق شو قال فيش دابو معنى شي دان درابي دوباره بو معنى شي دي دابري تو معنى جو مخالفه لقال معنى ايك عقل او يتصورناك واي يعنى اذ قضيته او ايك وافر مدي امام غزالي او انا دي خوازي كدر مخالفه لبو وضع السابق ان يستعمل في كل منهما منفردا فقط او يا دروس بمشترك بكاربين كل واحده شيء لا معنى خوي منفرد لمعنى ديكا واي يعني ايك بكار هذا معنى دو منافي لغير معنى ايك إيه وعلى هذا النفي او نفي كامام غزالي كذي البيانيون وغيرهم حرب كاكا بيان يكان او علم بيان غير بيان يعنيش او ايش كان حقيقه بيان يكان ايديكا اكنا مجاز واي يعني تابوقات عقل تصورك غير وانش حنفية كان
لكنه عند الوزن مشترك لهردو معناه عند بكاربي أروشي لمسألة قرأة قرأة دارين إلا لحيزي بكاربي شافعي لهردو معناه عند بكاربي نهاية وشي بوم قوتي ويانا لعدان لقرأة بكاربي نهاية لاستبراية لحيزي بكاربي نهاية وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان في النفي قيل قوتي تدرس هردو معنى يكاني الإرادة بكرين مشترشي لنفي دا للإثبات بلا لإثبات تدرسني أوش قيل شي ديكي أو هاي قوتي فنحو لا عين عندي كابرا يقدر هز عينم لكن يجوز أن يراد به الباصرة والذهب مثلا جاسوس باصرة والذهب عين جارية وأنا مقصودي همو مقصود بوبي بخلاف عندي عين برام أقل بري حارب عينك بلكنا إلا حملة فيه تسر إيه تساوي هو تشك إثباته وهي يعني لكوابو أولو يعني فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد إلا دائما يعقنا ما به أجاولة بتشوى يعني وزيادة النفي على الإثبات أو كدر النفي معنى زيادة لإثباته معهودة معهودة أولا ناو لما ينزان درائح مو عالم قدزاني كما في عموم النشرة هل وشي لنشيري عامة المنفية كوانا في كلابي أتدري لا رجل عندي سل معنى بقوته منا أوي جنسي بياو لك نمني عموم اشتي دائعنا بخلاف دون المثبتة برامج المثبت بياري عندي رجل حملك لتسرسه بياوكم لكنا أو يدري لا رجل عندي هل سي بياو بلك نمني ونيا بوي لا يكي لا ينفي حكم إلى جنسية منا جنسي بياو ملكنا برام رجل عندي إيه بياو ملكنا وهي يعني دكوابو نتشيلة معناه أقل من في بي نتشيلة من في مع نتشيلة للسياق نفي بو عبارة معناه زياترة لمسبك وهي يعني كوابو أو برقيك بو أو قيليه ناوة كقوتي لنفي دا دروس تهبو معنات مراد بن برام لإثباته دا دروسنيا وفي نسخة بدل يجوز لنسخة لجات وقيل يجوز وتي يصح وهو أنسب يصح مناسب ترى حارب بفيش خوشك وأوان أوان ما قلت لا يصح الكواب يصح مقابل يصح بجوان تنق يجوز مقابل والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين كما في الأمثلة المذكورة أجر ممشين بجمع لبين هرد معناه مثل شيء أو مثالنا فإن امتنع أجل ما نعبو هردو معنى بكار بين كما في استعمال صيغة إفعال وشي صيغة إفعال في طلب الفعل والتهديد حارب مشترك لبين طلب الفعل معنى أو إشيبك والتهديد مقصود إشت هرشبي مقصود النبي إشيبك بس مقصود هرشبي يعني أجل بيك عقوبة دم وأن يكاكا يعني وجوب إباحة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا لواجبي بكاربيني لإباحش بكاربيني لآنك واحدة تقوى أو ذكري عنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يشهر أمره برام درس لإباحش بكاربي لوجوبش بكاربي برام لهر دكان دلوزنا حالبي كاكا والتهديد عليه لسرفي علكي على ما سيأتي مرجوحا ورشي لموداده سده أنها مرجو مشتركة بينهما مشتركة لبين طلب فعل وتهديده يعني لبين وجوب وباحي لو آيتي خوين موا فلا يصح قطعا هاربي معناه كان دجي كان دلوزني بو هردو كان بكار بي واي يعني دلوزني بو هردو كان بكار بي لوتك قلت له تهديده بكار بيني معناه بفعلك رازيني قال له طلب فعل بكار بيني معناه بفعلك رازي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ونيكاكا أقول له وجوبي بكار بيني معنى ترشي انتشار معصيته أقول له بإباحي بكار بيني معنى معصيتنا هو متنافي إيدي كنا هو قولتي قيش ديوانا لزور ساكا أجاول الظهور ذلك سكت المصنف عن التنبيه عليه كإيرا عشكلايا مصنف بويتي زاقادار يشينكر والأكثر من العلماء على أن جمعه جمع مشترك مثلا عين لفظة مشتركة جمع كيبري عيون يعني تسنية كيبري عينان تقشتي كاكا
بس تسنية كي بو أنا قلت كلا بيني مفرد بجمع حتما تسنية هيا واي أنا باعتبار معنيه أبيش هربا اعتبار هدو معناه كي خوي كقولي كوش بري عندي عيون عيون ملكن وتريد مثلا باصيرتين هردو تاوي خود مقصود بن وزارية لقر سر تاوشي آويش وان يكاكا أو باصيرة وزارية وذهبا يعني تاوكو سر تاوشي آويو معدن شي زيرد مقصود به إن ساغ ذلك الجمع أقر هادو أو جمعات دقنجا وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان أبو مالك ترجحي كد يكاد أقنجيو أبو حيان اجدفر من أبي أو جمعة مبني عليه بناء أكريتوا لسر أو إطلاقي كباس مانكر أقر إطلاقك وسر هدو معناه يعني صحيح بي جمعك رجل وسر هدو معناه يعني صحيح وابو يانا أقر صحيح نبي صحيح يعني أو خلافه يقول ما نبير اجده تجي استالي حالي بويدوي مبني عليه في صحة إطلاقه على معنيه كواب كما أن المنع منع كش كالزبع كبري مبني على المنع أو إيش مبني لسر أو منعي كباس مانكت أو قوتي أكثر أو هايا والأقل على أنه لا يبنى عليه أما عن لشيء فيها حارب كاكا أقل عدماء لسر هندنا أنه أو جمع كواب مانكت لا يبنى عليه بنا ناكل لسر مشترشي فيه للصحة ده فيه راجع فيها للصحة ده أما فقط بل يأتي على المنع أتو عبارتي تي أجي أريد كقوتي للصحة ولا منع من مبنية لسر مشترشي أو دري للصحة مبنية برام لمنع مبنية تيكات دو تقسيم بدرمو يعني متك بل يأتي على المنع أيضا لو لأن الجمع في قوة تكرير المفردات أو جعل برسي ديتا جي أريتك الجمع على قوة ويته مفردا كوبك وبالعطف بعث الكرني مثلا علي عندي عيون سي عين ملكنا لقوة ولي عندي عين وعين وعين لقوة أو إداية فكأنه استعمل كل مفرد في معنى كواب ويدي هاتوا هل مفردك لمعنى شي بكار هاتي لو معنى كمشترك اطلاقي وسرك لي او تائرة قليت يا ولو لم يقول المصنف انساغا اقل كلمة انساغي نقول بايا المزيد على ابن الحازمي او كلمة زياد كلمة لست تعرف كي ابن الحازمي وغيره غير ابن الحازمي كان المعنى معنى ولداته أن الجمع مبني على المفرد جمع بناء أكلت ولا سر مشترك شي مفرد صحة ومنعا لروي صحة منعوا وقيل لا قيل قري مبنينا بلا صحة منعوا بل يصح مطلقا بلكو مطلقا صحيحا بي أو زالي ريبوهن دي يجو داكر دوا كواب فمؤدى العبارتين أوي أو عبارتان أداي أكان إنساغي أقلدا بي يان أقلدا بي واحد هل وشي إيش اللي ديته لوش كان ما حد خلافه بو بيانك ما دام بيانش كان هل وشي إيش اللي ديته أما أول ده هي وزيادة أجر كلمة إنساغ زيادة بكري أصرح في التنبيه على الخلاف صريحت له لو يكوا أقدار تكاتوا كخلاف لما مسألة كيدا هيا خلافك إيش أو أبو أكثر لسنا ويبو لا جمع لا صحة ولا منع دام مبنية لسنا مفردي أقل لك لسر هذه أبو قوتي لصحة مبنية برام لمن عيدا مبنية وابو يعنى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.